هي صوت بوري. تخيل اول مره اشوف سياره تخش القريه عندنا. والله والله العظيم اول مره صار سياره اربع كفرات. استغربت انا. سياره اربع كفرات كذا، تخيل كذا تدور. لها كفرات؟ كفرات تخيل. ها؟ اقعد قدامي اعلمك على علمه. هلا ابو سالم. طيب اسمك؟ شباب. اي والله انت اخذك والله. حيا الله ابوي. عبد الله. باسط الله يعافيك. والله شباب. عليك وجه الله. في ذمتك. عليك وجه الله. عليك وجه الله. انت في حسبي. عافيه. انت في حسبي. وش ذي؟ يعني علشاني. الله يعافيك والله اني جبان الى هنا. الى وين؟ جعل والله بالعافيه. جعل والله بالعافيه يا ابو. الله يعافيك. انت انت من الاشخاص اللي حقيقه اتمنى. تدري وش اتمنى؟ اياك ان شاء الله. اتمنى اني في بيت. ايوه. الشاي معي. شوف الشاي. في شاي؟ بيت شعبي طين ومو فوق مخطط بابيض زي البيوت الشعبيه. واني جالس في شفت المجالس صح يحطوا لها مصباح. ايه لها اعمده. جالس في المصباح يسمونه مشراق ومسوي بير وعندها نخله والساق ما يمشي عندها والقربه حولي والضو شابه. ايش ذا يبغى؟ اي والله ايش تبغى توصل انت في الاخير؟ اسمع والجمس ايه والجمس ملبق عند البايكه. طبعا بيت شعبي مطور شوي فيه وفيها 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 شحولك قريبه من الجلسه حقتك الخاصه فيها شواحن وكل شاحن اصلي. لا ما بيجوال. جوال فضائي. الله الله. جوال فضائي والله. ها؟ ما بيجوال. ليه؟ جوال حطه على يد النجر واضربه. العب. والله ما استغني خليك. ابي العجيب بس. ها؟ ابي جوالي العجيب. بق منها. عندي. والله اني صادق. بق منها. والله اني صادق. اما الجوال فبق منها. يا رجال والله ما خربنا ولا دمرنا الا ذي الجوالات. الله يقلعها غير بق منها. عاد خلاص. مصيبة انحلت بنا وما نقدر على مقال نستغني عنه. بيض الله وجهك. اقسم بجلال الله. بيض الله وجهك يا وجهك ان شاء الله. وانا؟ بيض الله وجهك. عليش؟ يمشي يا رجال يبيض الناس خلاص. يمشي على الغرام. اقسم بالله ما لي غنى على الجوال يا ابو. كلنا. وانت كذلك انا بسالك سؤال يا ابو فزاع ابغاك تجاوب. ما تك نفدك. كم سؤال كم سؤال؟ ايش حكاية جوال العجيب معك؟ هل هو من قديم ولا اشتريته تالي؟ لا والله معي موطي. كم سنة معك؟ اقدم جوالاتي. ايش جوال ايش؟ العجيب رهيب القديم. رهيب زمان. بس ايه؟ كم معك بالله؟ قد ها؟ قد الفترة. قديم. ايوه. بس ما ثقل عليك يا ولد. لا والله بالعكس والله شفت انها تسوى شوفت الايفون والجالكسي. معي ايفون والجالكسي. والله انا تسوى الثنتين. يعني انت ماخذ مثل بوك الشاف في جيبك بس تكلم منه. اي هجر وشوف. انا زوجي تقول وش بتستغني منها بستغني من الاثنين ذيك. لا الايفون والجالكسي. لا تبالغ عاد لا تبالغ. وش اللي عندي؟ والله بس الرسائل جزء من النص مفقود. وش اللي عندك؟ الرسائل. شو رسائل؟ جزء من النص مفقود. اي كيف؟ صح؟ اي ولا تفتحها على طول. جوال ولا وش؟ اركض شوي. خله تحمل. يعني انا عندي الرهيب الفين. كان في رقم؟ تدشين. والله ما اعرف. كيف ترى ما ضرقان ما هي باج. انا عندي جوال قديم. او على ايام اتصالاتي ترى ما هي باج على ايام الجالكسي اول ما نزل. آه. معي الحين يمكن خمس سنوات. شفت الجالكسي اللي معي ترى فور ايش؟ انا معي جوال انا واي مدري شو اللي ذاك بيره نظيف. اسمع ادفع لك ايفون صح؟ شكل كان استخدام حشمه شايب. ايه كل استخدام. انا عندي جوال ايش اسمه بيجر. ما هو بجوال. هذا جوال بيجر. الكذبة واضحه. اسمع لكن في الليل في النهار بيجر وفي النهار عارض. هذا احمدين شكله. لا والله جد يا انوار تكفى يا انوار تكفى يا انوار. ابشر بس ساعات بس شبعت من ذا النعمه ولا ودي برفض بها فتكفى. لا والله انت في حسبي احمد صباح انا ابدا ذا الوجه احمد صباح الظهر ما رجال تم. طيب وش خلاك تطلبه وانت ما بتاكله؟ لا يا ولد جاي وقتها جوعي والله جاي قول ما شاء الله ما شاء الله تبارك والله يا اخوي. قلع الله الشيء قلع الله الشيء. تعطيني استغفر الله وزني ذهب تقول اكل وحدها اقول لا. ليه؟ ما تحبها؟ خلاص شبعت؟ ايه اكتفينا صراحة احنا عندنا صيغة مبالغة في الشيء الجديد. يا اخي لا والله مو كذا اقسم بالله اني جعت جوع قبل شوي. هما بطرك ما اقصد قبل شوي. ايه بالله يوم جاء شبعت قالت توزع علينا بالغصب خلاص ما نبي شبعت. يا اخي صل على النبي علشان جاء يقول لك ما يبي شبعت. اعطى عبد العظيم خليني اعلمك سالفة يا ابو سالم انك تحب السوالف. احنا هنا كراتين ولا يهونون الربع. اهنت المهم
جاء يوم من الايام. السلام. شف يعلم الله. اشف تقد اوكي كمل حركاتك يا ويلك. والله جاء يوم من الايام والله وجاء انا لاحظت هذه امس في البروفايل مكسوره صح؟ هذه ولا من اول هي؟ ما ادري يمكن كسروها من اول صح؟ اشلي سالفتك يا ماجد؟ المهم السلام سولف يا ابو سالف. انا بس استفسرت. اه انتهك العرض سالفته. والله انا كذبه معناته يبغى يفقص عيونه. خلاص خلاص انا اجيب لك سالفه. خلني اكلم. اذا عندك سالفه قلها. كمل يا ادمي. كمل. جاء يوم من الايام نزلنا اسفل تهامه. الله الله. اي والله. اي والله. وين من تهامه؟ هناك ما هي باعلان. جهه محايل وكذا. ما هي باعلان علم. جهه محايل وكذا. اي والله. وين محايل؟ محايل. حتى ما عاد قاموا يعلمون بديارهم. تدري عنهم؟ لا لا والله اقول محايل يا ادمي. اقول وين محايل؟ جهة الحيلة وجهة الحدايق وانت خابر ها؟ وانت جهة صوبك. ايوه جهة حديقة الحيلة وعرفت مستشفى حركات هو يبي يحجر مستشفى محايل ها؟ مستشفى محايل ايوه الله الله عند الممشى الجديد اللي فوق المطل. اي والله ما تعرف مرة جيته قبل اجي برامج الرياض وصول. المهم والله عاد نزلنا طبعا انت لما تنزل من ابها في ذا الوقت ابها برد تنزل تامه تدفى وشب الضوء اللي يدي يجيب ذبيحه وطلعت اهل و... طيب قد درينا غيرها طيب. اي والله فاول ما دخلت محايل. ايوه ولا بيجيني اتصال. الله الله تكفى 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 يا ماجد عندي عشاء يا لا عند الله علمه. حنين 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 احسن سبطك قلت لك ذكت حنين لو يوفرون انه وانت في وجه العدو تراب صلى تكفى يا تكفى يا ابو فزاع شكرا الله بسعد والله وش انقصك وش انقصك وش انقص بس في وجه العدو تراب بس موجود خلاص نقلت بط حيجيبوا بعطيهم بس وزها الباقي اعطني تيسن على كونه طيب نحفر قبره اعطني تويسن على كونه يبغالك مرخ يا ابو لا ابدا لا تجيب لي ولا شيء ذيب اصلح لك باسهل الطرق وش شو التراب موجود هناك نحفر لكم في السالفه يا رب تكفى يا دي شوف والله بالسعد والله انت الحين صار لك كره والله ما انت ما يجي منك بس لازم ملح خشن انا عليك في السالفه يا ابو والله يوفر لي الثنتين قال لك الرجال معك بالباقي انت عندي ذيب والله يعني ما يمدي يا طويل الاعمار ما يمدي نحفر هناك والله الرجال يدق علي الرجال لازم تراب وقال لي طلعت اهل من داوم الجماعه ايوه وش معنى دقيق كبير في العمر وش معنى دقيق وش معنى دقيق شاف سنابي مصور انا هو كبير يتابع سنابك هذا من ورا التريلات بالضبط ايوه هذا كمل السالفه يا رجال ماشي السالفه لا تدق زي سالفه الشريط وبيني وبينه تتش على سالفه واحد من الشباب يوم يغني يا محايل يا دف البرداني ايوه والله يستاهل انها فريش طازج ايوه لا اي هو جالس يا عم والله شوي يطلع ايوه خلوني اكمل لنا مصلح فيها لا بعدك اخوي ثاني علمك ايش المصلوح اسمع سم وحاشرني بالابيات ذي قد احنا دارت ما بغنيها علشان سالفه صارت تتش بيني وبينه يعني هي قصيدتي يعني اي ما هي قصيدتي يا رجل هو لحن معه مشاكل واجد لا يا اخي الله يرحم والدي والله وجه مشاكل يا ابو سالم هذه ثاني مشكله عليك وجه الله يا ابو سالم ارقى في ذمتك بذمتك وجه مشاكل ايوه بذمتك يوم تلاقي ربك عليك حركات تسبب مشاكل كل على الله ذا الفرده والله انا وجهك انت انه وجه مشاكل يا والله حرام حقه المهرجان وهذه قد حقه العزيمه لا 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 المهم قد تنادرنا انا وياه اني ما بغنيها مره وعلشان موضوع بيني بينه قال اسمع وانا ذاك الليله جيعان يا رجال اقسم بالله جيعان فيني جوع البقر تعرف مرحله الجوع نودك اي شيء بس توقف تاكل اي شيء وانا نفسي في حنين لي يومين يا ولد احس اني كذا مشتهي حنين قال اقول لك المهم عندي ناس هنا هو يبغى يعززني عند ناس ومنها كان يبغى يسوي لي تسويق بطريقه فيها فائده كان ذاك كان يقول لي ابغاك تقول هذا الحين على الجوال وابشر بحنيد الحين قلت انت من جدك يا ابو علي عرض في اي بي ها عرض بطل اي والله ايوه المهم قلت والله يا اخي ما بردك لكن يعني انا قد نذرت بالله وفي النهايه نذرت خليت والله عوض صمت خليت النذر عشان عيشه صمت يوم تقول له يا ماجد صمت يوم والله هذا من الاشخاص يسحبون بطونهم ايوه يا اخي ما هو علشان شيء لا في ذمتي لا والله شوف كم ها والله ما غير اكلت لقمتين وذيك ما غير اكلت لقمتين
المهم لقمتين ورا لقمتين يقطع الشين. لا 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 اصح اسلم. المهم يا طويل العمر السلامة فاني يحدني فيها يا محايل يا دف البرداني. قال اسالك بلا ان تقولها وابشر بحنين ذا الحين صح. والله يوم قالها لي افاجيك يا ود علي بالحرام اني ما عاد حسيت بعمري على قولة لا تحرم وانت مظلوم وقلبك ظالم. يا رجل كذا خلاص اطول سالفه بالحياه خليه يخلص يا تكفى اخلص يا ماجد عاد ترى توي سولفت عليكم الله يقلعكم خلاص خلاص علي سولف لكم. يلا انت حرمت ايوه فاني اقولها لا يا طويل السلام وما مدني اوصل جهه الإشارة. أي إشارة؟ إشارة المستشفى تفرق على خله يسولف خله يسولف إيش؟ تفرق على المطل فوق. أيوة أول إشارة. أيوة من تاخذ بس أنت قد دخلت جوا. ها؟ أنت قد دخلت جوا تقول. جهة الحديقة أو جهة يا أخي الرجال كان قبل أنا جالس أقول لك إن المكان هناك. ماجد والله لو إني ممكن إلا أضرب الباب. لا والله هذا مو مخليك تسولف. عيب مو مخليك تسولف. أنا صدق لا أمون الطيب يا طيب تتسنب أول شيء وش تسوي؟ شو تسوي؟ وش؟ إذا الحين معك الجوال وتسنى أسنى؟ يعني توك صاحب النوم ويوم جديد؟ إيه أول سناب وش تقول؟ يلا أقول لك أنا إنسان ما أكثر سنابات يلا ها يلا سنى السلام عليكم وأسعد الله مساكم كذا أول ما أبدأ؟ إيه أول بداية أنت غيرت السالفة أنت أزمة أي تخلص سالفته خلي خلص سالفته يا ولد لا انا بالنسبه لي يا اخوي خلني اكمل سالفه الله يقرا والله افتح لنا موضوع ابو هزه اسلم والله انها ازم سالفتك كلنا مصروح في الحلقه لا ترمي خلصت الموضوع قلت للبيت قلت للبيت يا رجال اختصر قلت للبيت اني رحت ودخلت ورحت وتعشيت ها خلاص انتهينا سولف يا هدره طيب ها بس بعد بالله سولف بس تعشينا بس هذه السالفة بس كان قلت تعشينا وخلاص ولو لو 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 أنا ذيك المرة رحت كلمني رجال ويعزمني عند البيت ورحت شربت حليب وتعشيت ورجعت بيت والله والرجال وين؟ أسفل تبغى ولد تقول له يلا كان لي مقدرية وغرف لا تسولف إلا كان بالله بدري تو على خشمي وعلي بالحرام تو تفكر والله من عندك نفداك؟ انشد كثر انا على كل انا سويت تسجيل دخول على شيله على شيله والله دايم اكو في كل دخله يعني مثلا ما هو بعنصريه ولا هي قبيله ولا كل في كل قبيله فيها حق رجاله لكن مثلا اليوم دخلت مثلا قحطان مثل ما تقول يعني تسجيل دخول او برعايه يلا دالحين يلا ها اعتبر نفسك انك مشغل اعيش جو الشيله اول قحطان دان 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 العب على جو الشيله بعدين اقول تسجيل دخول برعايه طيب يا كيف تلعب ها شغل اي على حسب اللقاء الله ينشبه السؤال يا حسب اللقاء اعطني اسئله كذا يقع اعطني اسئله عندي يا ايقاع ما يقع هو يغني وتعطيني ايقاع يلا انا بس